السلام عليكم. خلينا هلأ نكمل بشابتر الهيموبيسز. آخر شي وقفنا عند 2-3-DPG وحكينا إنه هو مركب ناتج من عملية الجلايكولايسز اللي بتصير بالار بي سيز، بيكون موجود بكمية معينة بداخل الار بي سيز، بيرتبط ببعض جزيئات الهيموغلوبين فبيقلل من الأفينيتي للهيموغلوبين مع الأوتو. طيب هلا شو هذا الكيرف اللي هو الاوتو ديسوشيشن كيرف؟ هذا بيحكي عن نسبه تشبع الهيموغلوبين بالاكسجين على محور الواي، وعلى محور الاكس اللي هو تركيز الاكسجين بالدم. فبيحكي لي انه عند البي 50 هاي، خلينا نكبر الصورة، عند البي 50 هاي هي بتكون البارشيال بريشر اوف او 2 ات ويتش هيموغلوبين از هاف ساتوريتد وذ او 2، يعني هو الضغط الاكسجين، الضغط الاكسجين او نسبة الاكسجين اللي بيكون عنده نسبة التشبع الهيموغلوبين بالأكسجين 50% عند نص التشبع، فبيكون الضغط 26.6 مليمتر زئبقي with increased affinity for O2. طيب خلينا نحكي قبل ما نشوف شو بالضبط شو فيه، خلينا نشوف شو فيه كمان على الكيرف. عندنا الارتيريال O2 tension اللي هو الضغط الارتيريال بلود، بيكون maximum of saturation، بيكون الساتوريشن واصل عند الماكسيمم واللي هو 95%، اكثر من هيك ما بيطلع، ما بيوصل لمية. ليش؟ لانه بيكون في لو عدد قليل من الجزيئات الـ 2-3-DPG مرتبطة بالهيموغلوبين، ببعض جزيئات الهيموغلوبين داخل الـ RBCs، فما بتكون الهيموغلوبين مشبعة 100% بالأوتو، يعني ما بيوصل هذا الإشباع أبداً، فأعلى شيء بيكون بالأرتيريال وبيكون 95% هي الماكسيمم. بيكون أقل بالفينوس لأنه بالفين بلود دائماً الأوتو بتكون تركيزها أقل من الأرتيريال، فبيكون نسبة التشبع تقريباً 70%. طيب خلينا نعرف كمان انه يعني هون اللي عرفنا انه كل ما زاد تركيز الاكسجين معناته بزيد الساتوريشن، تمام. شو كمان بدنا نعرف؟ شغلة شو الشغلات او شو المركبات اللي بتأثر على هاد الكيرف. هلأ هاد الكيرف هاد هو النورمال كيرف، هو هيك بالشكل الطبيعي، بيكون كمان على شكل حرف S، يعني بيكون هون في انحناء، وحكينا سبب هاد الانحناء انه ما بيوصل لمية، ما بيضل هيك، لا بيكون في انحناء بسبب وجود مركبة 2-3-DPG اللي بيرتبط ببعض جزيئات الهيموغلوبين بداخل الـ RBCs. طيب خلينا نشوف شو ممكن انه يأثر على هاد الكيرف وشو ممكن انه يصير. هلا المركبات اللي بتأثر على الكيرف، اول شيء 2-3-DPG، ان اذا كان في زيادة بال 2-3-DPG او زيادة بال H بلس، يعني more acidity للبلود، more acidity للبلود معناته ال pH اقل، ومور CO2 أكتر CO2، هدول لما بزيدوا الـ H plus 2-3-DPG CO2 بيقللوا من الأفينيتي، هون الأفينيتي بتقل، الأفينيتي خلينا نختصرها هيك، الأفينيتي هون بتقل، فشو بصير الكيرف؟ shift to right، هيك بصير الكيرف، ما بضل نورمال، هيك تقريبا هيك بصير. تمام، فبتقل الأفينيتي معناته عملية الارتباط الهيموغلوبين بالO2 بتقل، فبيكون الهيموغلوبين عنده استعداد أكتر أنه يفقد O2. طيب هاي الحالة كمان ممكن نشوفها بمرض السيكل سيل أنيميا اللي هو الـ HBS، بتكون الـ RBCs على شكل السكل، على شكل السكل اللي هو المنجنيق كأنه بالعربي، أو الأنيميا المنجلية، فهون بيكون الأفينيتي كتير نازل، low affinity. ممكن انه يعالجوا هاي الحالة باعطائه دواء او شيء يعني يزيد من تركيز الـ HBF. هلأ الـ HBF هلأ مثل ما رح نشوف الـ HBF، لا الـ HBF بيكون عندها high affinity، فهم بيعطوه شغلات بتزيد تركيز الـ HBF بالدم مشان انه تعادل الـ affinity، وممكن انه يعني يساعدوه بالعلاج.
اللي عنده سيكل سيل انيميا. هلا في حاله انه هاي المركبات كانت عكس، كان تركيز اقل من ال 2 3 دي بي جي، كان تركيز اقل من الاتش بلس، معناته هون بيرتفع البي اتش، بي اتش هون عكس بترتفع، فبتصير مور بيسك البلود، فهي رح تخلي الكيرف يصير شيفت تو ليفت. لما صار شيفت تو ليفت رح تزيد الافينيتي، هون بتزيد الافينيتي. شو يعني؟ معناته زاد الارتباط الهيموغلوبين بالاو 2، صار الهيموغلوبين ما عم يحرر الاو 2 بالشكل الطبيعي او بالشكل اللي لازم او بالشكل اللي بيحتاجه الجسم. هلا كمان بهاي الحاله بتكون شيفت تو ليفت بالحاله الجنين، عند الجنين بيكون عنده الاتش بي اف كتير عالي، فمثل ما حكينا باول شابتر او لا باول الشابتر مو باول شابتر حكينا ان الاتش بي اف بتكون عالي عند الجنين، فبيكون عنده مور افينيتي الهيموغلوبين بيرتبط بشكل قوي بالاكسجين، فانه صعب يفقد الاكسجين، بصير أقل فقد للأكسجين. أما shift to right بيفقد بشكل أسرع الأكسجين. طيب نشوف حالة اسمها الميثيموغلوبينيميا، وهي abnormal هيموغلوبين. ليش؟ هلأ حكينا أنه الهيموغلوبين أو الهيم لما بيرتبط بالحديد بيرتبط على شكل فرس مو على شكل فرك. لشكل فرك بيكون Fe plus 3، أما شكل فرس بيكون Fe plus 2. This is a clinical state in which circulating hemoglobin is present with iron in the oxidized Fe plus 3 instead of the usual Fe plus 2 state. طيب هلأ شو سبب الـ Fe plus 3؟ ممكن انها تكون hereditary deficiency، نقص وراثي بإنزيم اسمه الميثيموغلوبين ريدكتيز ديفيشنسي. هذا الإنزيم بيأثر على الهيموغلوبين وبيخلي بدل ما يكون الـ Fe plus 2 تتحول لـ Fe plus 3، بيعمل لها أكسيديشن. Or inheritance of a structurally abnormal hemoglobin, الهيموغلوبين M. هاي كمان وراثية، شغلة وراثية إنه بيكون عندي الهيموغلوبين abnormal، فبصير amino acid substitution، في إحلال بالأمينو أسيد، أمينو أسيد بحل مكان أمينو أسيد ثاني، فبيأثر على الهيم بوكيت للجلوبين chain، وبصير عندي الهيموغلوبين M اللي هو في بيكون بحالة الميثيموغلوبين. أو في حالات التوكسيك ميثيموغلوبينيميا بسبب الدراج أو other toxic substance، بتعمل oxidation أو oxidizing للهيموغلوبين، فبتحول الـ Fe plus 2 اللي هي بحالة الفرس الحديد بتحول للفرك. In all these states the patient is likely to show cyanosis. Him with Fe plus 3 less bind with O2 than him with Fe plus 2. هاي هون المشكلة. ليش يعني هاي مشكلة الميثيموغلوبين؟ لأنه الـ Fe plus 3 يرتبط ارتباط أقل بالـ O2، فما ما بيعطي الجسم حاجته، أو خلايا الجسم ما بتاخد حاجتها من الأكسجين، مثل لما بتكون في حالة الـ Fe plus 2 اللي هي بحالة الفرس. طيب هلأ هون بهذا الفيجر بدنا نشوف حالة الهيريديتاري ديفيشنسي of methemoglobin reductase. بدنا نعرف هذا الإنزيم methemoglobin reductase كيف بيعمل، أو كيف طريقة، أو كيف آلية عمله داخل الـ RBCs، وليش نقصانه بيأثر على الهيموغلوبين وبيخليه بحالة الميثيموغلوبين. هلأ حكينا هاي عملية الجلايكوليسيس، حكينا أنها بتصير داخل الـ RBCs وبيحتاجها خلايا الدم مشان الـ ATP. طيب هلأ عنا الجلوكوز، خلال عملية الجلايكوليسيس تحول الجلوكوز 6 فوسفات، بعدين لفركتوز 6 فوسفات، بعدين لهاد آخر بخلال العملية بينتج عنا مركب اسمه الجلايسر الديهايد 3 فوسفات. هاي خلال العملية هاي بيتم إنتاج مركب الناد. هاد مركب الناد بيتحول أو بيتم إنتاج مركب الناد H. تمام؟ مركب الناد H مو مركب الناد، مركب الناد H.
هذا مركب الناد اتش بيعمل اكسيديشن للحديد، فبيحول ال Fe بلس 2 ل Fe بلس 3. طيب لما حول ال Fe بلس 2 ل Fe بلس 3 نتج عندي الميتهيموغلوبين. طب انا كيف بدي اتخلص من هذا الناد اتش؟ عن طريق انزيم اسمه الميتهيموغلوبين ريدكتيز. هذا الانزيم بيحول الناد اتش او بيعمل لها اختزال بتصير ناد، فبيتحول الميتهيموغلوبين لهيموغلوبين. فاذا كان في نقص بالميتهيموغلوبين ريدكتيز رح ما يتحول الناد اتش، ما بيتم اختزاله، فما بيتحول الميتهيموغلوبين لهيموغلوبين. طيب هون بيحكي لي شوية معلومات عن الريد سيل، انه الديميتر لها 8 مايكرومتر، نو نيوكليوس، اللايف سبان 120 يوم، يعني من 3 ل 4 اشهر، هي مهمة تعرفوها. كمان التوتال جورني اباوت 480 كيلومتر، بايكون كيف شيب، بتقدر انها تنتج الاي تي بي عن طريق الانيروبيك جلايكوليتيك باث واي اللي هي الكريبس سايكل، اند ريديوس ناد بي اتش تو ناد بي باي هيكسوس مونوفوسفيت شنت. كمان انه هي قادره ريتسل انها تعمل اختزال الناد اتش لناد مثل ما شفنا اللي هو الميتهيموغلوبين ريدكتيز. هلا رح نشوف كمان بشنت تاني اللي هو بالهوكسوز مونوفوسفيت شنت، كمان بتحول، قادرة انها تحول الناد اتش لناد مشان ما يصير ميت هيموغلوبين. بهذا الفيجر منشوف انه بينتج عندي مركب الناد اتش، فهذا الناد اتش حكينا بيعمل اكسيديشن للحديد، فانا لازم اتخلص منه. كمان بينتج هذا كله طبعا خلال عملية الانأروبيك اللي هي الان اوروبيك باث الجلايكوليتيك باث واي. كمان بينتج عندي ال H2O2 اللي هي فري راديكلز. كمان هاي الفري راديكلز ممكن انها تعمل اكسيديشن للهيموغلوبين، فبتخليه ميت هيموغلوبين، وانا ما بدي ميت هيموغلوبين، انا بدي هيموغلوبين طبيعي يحمل Fe بلس 2 مشان يكون قادر على حمل ال O2 للخلايا. وهاي كمان الفري راديكلز ممكن انها تحطم خلايا الدم الحمراء، فانا لازم اتخلص منها. طيب كيف الار بي سي تتخلص من هدول المركبين؟ عن طريق انزيم اسمه الجلوتاثيون ريدكتيز، هذا بيعمل اختزال الناد اتش لناد، فبنتخلص من الناد اتش. كمان بنفس الوقت بيكون في تخلص ال H2O2 عن طريق الجلوتاثيون بيروكسيديز، هذا كمان بيختزل، كمان بيساعد باختزال الناد اتش، وبنفس الوقت بيخلصني من ال H2O2 بيحولها ل H2 مشان ما تضل بالخلية وتعمل مشاكل للهيموغلوبين أو إنها تدمر الخلية هاي الـ H2O2. فهاد الجلوتاثيون ريدكتيز بيكون كأنه هو أنتي أوكسيدنت، لأنه حكينا الناد اتش هو أوكسيديشن، بيعمل أوكسيديشن للـ Fe، فأنا كيف بدي أتخلص منه؟ عن طريق الجلوتاثيون ريدكتيز، فهاد أنتي أوكسيدنت. طيب خلينا نحكي كمان شوي عن الريد سيل ميمبرين، ونعرف شو هاي الميمبرين، كيف من شو مكونه تبعت الريد سيل. هلا the red cell membrane comprises a lipid bilayer، معناته هي phospholipid bilayer مثل اغلب خلايا الجسم، integral membrane proteins فيها متضمنة هاد البلازما ممبرين، فيه بروتينز، فيه كوليسترول، فيه كربوهيدرات كمان، وفيه ممبرين سكيليتون اللي هي بتدعم، بتكون داعمة للممبرين تبع الار بي سيز. هاي الممبرين سكيليتون بتتشكل عن طريق ستركتشرال بروتينز، بروتينات. هاي البروتينات هي ألفا وبيتا سبكترين، يعني في عندي نوع ألفا سبكترين، في عندي نوع بيتا سبكترين، وعندي الأنكرين وبروتين 4.1 وأكتين. طيب هاي البروتينات بتكون horizontal lattice، يعني كأنها أفقية، on the internal side of the red cell membrane، من داخل السيل ممبرين تبع الخلية الدم الحمراء. هي important in maintaining the biconcave shape، بتساعد وبتدعم الشكل الخلية. طبعا اي خلل بهدول البروتينات
بيعملوا خلل بالار بي سيز او بوظيفتهم. هلا رح نشوف كيف. Defects of the proteins may explain some of abnormalities of shape of the red cell membrane, the hereditary spherocytosis and the elliptocytosis. بحكي لي انه اي خلل بهي البروتينات اللي حكيناها ممكن انه يعمل لي خلل بالريد سيل ميمبرين، بالشيب تبع الريد سيل ميمبرين، ممكن انه يحولها لسفيروسايتوسيس. طبعا هذا الشيء بيكون هيريديتاري، بيكون وراثي، ان كان سفيروسايتوسيس او إليبتوسايتوسيس. طيب شو يعني سفيروسايتوسيس؟ بالسفيروسايتوسيس بيتحول شكل الخليه بتصير مور سفيريكال، هيك تصير هيك مور سفيريكال بدل ما تكون بايكونكيف شيب. طبعا ما بتكون قادر انها تعمل وظائفها داخل الجسم بشكل طبيعي، فبيكون مرض هاد. رح تاخدوا هاد لقدام كمان شوي. والإليبتوسايتوسيز كمان ابنورمال شيب، بتحول الخلية الدم الحمراء بدل بايكونكيف شيب بتصير بيضوية، هيك بصير شكلها. While alterations in lipid composition because of congenital or acquired. هلا الخلل اللي بيكون بالبروتين بالبروتينات البلازما ممبرين بتكون هيريديتاري بس، اما هون اذا كان في خلل بالليبيد تبع البلازما ممبرين ممكن انها تكون كونجينيتال وراثيه او acquired مكتسبه. ان بلازما كوليسترول او فوسفوليبيد كمان ممكن انها تعمل ابنورماليتس بالريد سيل، وممكن انها تحول هاي الخليه لتارجت سيل لشكل اسمه تارجت سيل اللي هو نفسه كودو سايت، اسمه له اسم تاني اللي هو الكودوسايت. بصير شكل خلية الدم الحمراء هيك بدل البايكونكيف، او بتحولها لشكل اكانتوسايت، هيك بصير شكلها. تمام، يعني عرفنا السفيروسايتوسيس والإليبتوسايتوسيس هيريديتري بروتينز بسبب ديفكت بروتينز، الديفكت بالليبيد ممكن تكون بسبب كونجينيتال او اكوير تارجت سيل او اكانتوسايت. طيب هون بيشرح لي او بيفرجيني بهي الفيجر كيف شكل البلازما ممبرين تبع الريد سيل. بحكينا انه فيها انتجرال بروتينز، هي فوسفوليبيد باي لاير، هدول هذا الشكل فوسفوليبيد باي لاير، وفيها كمان حكينا البروتينز هدول، هاي باند 3 بروتين، وفي كمان فيها كربوهيدرات وفيها كوليسترول. طيب هدول بالفيرتيكال انتر اكشن يعني بشكل عمودي، اما حكينا الهورزينيتال اللي هم هدول البروتينات بيكونوا انتجرال انترنال سايد اوف ريد سيل ميمبرين، هدول هم الالفا والبيتا سبيكترين الاكتين والانكرين والسيتوسكيليتون، وحكينا انهم بيدعموا الريد سيل ميمبرين. طب خلينا نحكي شوي عن الانيميا، شو هي الانيميا وشو بصير بالانيميا. This is defined as a reduction in the hemoglobin concentration of the blood below normal for age and sex. يعني بصير في عندي نقصان بالهيموغلوبين، بتركيز الهيموغلوبين تحت الوضع الطبيعي او تحت الحد الطبيعي لهذا الهيموغلوبين. طبعا بدنا نراعي كمان الايج والسكس بيكونوا مختلفين، الهيموغلوبين بتكون مختلفه بالايج أو بالجنس. Volume can vary between laboratories. يعني normal volume للهيموغلوبين بيكون مختلف من laboratory من مختبر لمختبر حسب ال area وهم بيعملوا. يعني بكل مختبر بيطلع normal volume خاصة لإله، بس تقريبا بشكل عام يعني معروف نسبة الهيموغلوبين إنه لازم تكون للميل مثلا من للميل من 13 ل 15 وللفيميل من 11 ل 13 هيك تقريبا. طيب اذا كانت اقل من 13.5 بالميل معناته في انيميا، اذا الهيموغلوبين طبعا عم نحكي نحن، واذا كانت اقل من 11.5 بالفيميل كمان بيكون في انيميا. هلا بحاله الايج اذا كان من عمر ال 2 years للبيبيوريتي اللي هو من سنتين لحد سن البلوغ، اذا كان اقل من 11 معناته بيأشر انه بيكون في انيميا. اما بالنيوبورن انفانتس اللي هم الاطفال الحديثين الولاده بيكون عندهم الهيموغلوبين هاي، فبيوصل الحد الادنى له انه يكون 14، اذا كان اقل من هيك ممكن يكون في انيميا عند الطفل. Reduction of hemoglobin is usually combined by a fall in red cell count. إذا كان في نقصان بالهيموغلوبين معناته بيكون في نقصان بالRBCs والبكت سيل فوليوم اللي هو الPCV.
reduction in plasma volume لما بينزل حجم البلازما مثل حالات الديهايدريشن الجفاف معروف فورا بينزل البلازما ممكن انه يسبب لي ماسك انيميا او حتى انه يسبب زودوبوليسايثيميا. طيب شو هاي كيف الماسك انيميا؟ يعني في حال نقصان البلازما نقصت البلازما فوليوم فانه راح يسبب لي ممكن انه يسبب انيميا ممكن انها يصير في عندي انيميا بس ما تبين تكون مختفيه ماسك. ليش؟ لانه البلازما نزلت فالار بي سيز بصير تقريبا يعني معادل او النسبه ما بتكون واضحه انه في نقصان بالار بي سيز او حتى ممكن يبين بسبب نقصان البلازما ممكن يبين في عندي بوليسايثيميا اللي هو عدد الار بي سيز كتير عالي وهذا بيكون سودو يعني كاذب. فأنا لازم أعمل تحاليل معينة لأتأكد أنه في أنيميا أو لا. بالمقابل لما بتزيد البلازما في حالات السبلينوميجالي أو البريجنانسي السبلينوميجالي اللي هو تضخم الطحال بيصير في RBCs كتير عم تتكسر بشكل عالي بشكل كبير فبصير الحجم يتعوض عن طريق البلازما وبتزيد البلازما فوليوم. أو في حال البريجنانسي معروف عنده أنه بصير في عند increase بالبلازما فوليوم كمان بيسبب قد يسبب الأنيميا مع أنه بيكون with a normal total circulating red cell and hemoglobin mass بيسبب زودو أنيميا كاذبة لأنه زاد البلازما فرح يصير في انحلال للار بي سيز او انه انبلى انه تخف يبين عندي انه الريد بلاد سيلز كتير واطيه بس هون لا هون بسبب انه زياده البلازما بيكون الار بي سيز بينت انها نازله فنحن بنشك انه بيكون في انيميا بس هو بيكون كاذب. امتى بيكون كاذب؟ فانا لازم اتاكد هاي الانيميا زودو ولا انيميا بحاله اني اشوف السبلينوميجالي السبلين هو معه تضخم بالطحال ولا لا. اذا كان معه تضخم بالطحال معناته زودو انيميا. وكمان بحاله البريجنانسي لازم اذا كانت امراه متزوجه تعمل فحص للبريجنانسي فاذا كانت حامل معناته شكل يعني هذا طبيعي انه يكون البلازما كتير عالي ونشك انه في عندها يكون انيميا هو ما يكون في انيميا. After acute major blood loss, anemia is not immediately apparent because the total blood volume is reduced. هلا هون بيقول لي انه بحالة الأكيوت major blood loss اللي هو فقدان الدم بشكل كبير ونزيف حاد او مفاجئ الانيميا ما راح تبين مباشرة. ليش؟ لانه كل حجم الدم التوتال blood volume كله نقص البلازما والخلايا فالبلازما بدها لتتعوض من يوم ليومين. فأنا إذا بعمل الفحص البي سي في بنفس الوقت يعني في حالة صار في عنده نزيف انقطع النزيف رحت عملته للبي سي في ما رح يبين أنه في عنده أنيميا ما رح يبين أنه صار أنيميا ولا لا لأنه البي سي في يعني رح تكون كل الخلايا مع البلازما كله نازل فما رح أعرف أنه الار بي سيز نزلت بالنسبة للبلازما ولا لا. فأنا هون شو بعمل؟ بنطر يومين لبين ما تتعوض البلازما عن طريق السوائل والماء فبعد ما تتعوض البلازما بعمل البي سي في. فالبي سي في هون بعد اليومين هذول رح تبين ابنورمال رح تكون البي سي في نازلة فهون بكتشف انه هو صار عنده انيميا طبعا بسبب الأكيوت ميجر بلاد لوس. طيب الكلينيكال فيتشرز اوف انيميا خلينا نشوف شو الكلينيكال للأنيميا. قبل ما نشوف الكلينيكال فيتشرز تبع الأنيميا نعرف كيف بصير adaptations أو هو التكيف. في الناس في عندهم أنيميا بس جسمهم بيتكيف مع الأنيميا هاي وما بنقدر نشوف أعراض الأنيميا إلا من خلال ما بنقدر نعرف إنه في عنده أنيميا من خلال أعراض إلا من خلال نعمل له فحوصات. طيب شو هاي كيف بصير في adaptations عن طريق الكارديوفازيكولار سيستم انه يزيد الستروك فوليوم and تيكاكارديا. التيكاكارديا اللي هو التسارع بالنبض والستروك فوليوم انه يزيد ضخ الدم فبضخ الدم وبيصير في تسارع بنبض القلب فهون هو عم بيعوض نقص الدم عن طريق ضخ الدم هذا فما ببين الاعراض.
طبعا لفترة معينة. and in the hemoglobin auto dissociation curve كمان ال dissociation curve هاد بصير في shift to right، فبصير في بتقلل الأفينيتي. فلما قللت الأفينيتي يعني قل ارتباط الهيموغلوبين بالأوتو، في صار تحرر للأوتو، فالجسم بيعمل adaptation. هلأ نبلش بالكلينيكال فيتشرز. speed of onset rapidly progressive anemia causes more symptoms، يعني لما بتكون الأنيميا حدثت فجأة، مثلا صار في نزيف، صار في حادث، نزيف حاد، نزيف مفاجئ أو أي شيء، ممكن إنها تظهر الأعراض أكثر من الأنيميا اللي بتكون slow onset. ليش؟ لأنه بيكون في وقت قصير لأنه يصير في adaptation عن طريق cardiovascular والauto dissociation، فما بيقدر الجسم يتكيف مع نقص الدم بشكل سريع، فالأعراض هون بتكون أوضح. طيب المايلد انيميا اللي هو ما بيكون فيه نو سيبتومز، ما بيكون فيه اعراض، بتكون بس ما بتظهر الاعراض، بس انه بيكون الهيموغلوبين ما اقل من 9 او من بين 9 ل 10 جرام بير ديسيليتر. اما لما بيكون سيفير انيميا، سيفير انيميا اكيد راح تظهر الاعراض، بيكون الهيموغلوبين اقل من 6، هاد بيكون يعني أنيميا حادة وبينزل الهيموغلوبين بشكل حاد وبشكل سريع. الهيموغلوبين auto dissociation curve أنيميا مرتبط بارتفاع 2-3 دي بي جي. لما بترتفع 2-3 دي بي جي رح يصير في عندي shift to right للكيرف، فرح يعطي given up more readily to tissues، رح يعطي الأوتو للخلايا بشكل سهل. السيمبتومز shortness of breath اللي هو الضيق، اللثرجي، الإعياء، الويكنس، البالبتيشن اللي هي الفقد الشهية والهدك، هدول الأعراض. أما الساينز بيختلفوا عن الأعراض. الساينز إشارات، يعني ممكن أنه تكون مشتركة مع أمراض تانية غير الأنيميا، أما السيمبتومز هدول أعراض الأنيميا بس خاصين. هلأ شو هم الساينز؟ التيكيكارديا، السرعة بنبضات القلب، الكولينو كيا اللي هي سبون نيل، البون ديفورمايتس والتلسيميا ميجر اللي هو اللي بيصير فيه تشوهات بالعظام، البيلر اوف ميوكاس ممبرين، شحوب تحت العين، هاي هون بيفرجيني شحوب تحت العين، وهون بنشوف السبون نيل انه الاظافر هيك بتتكسر او بصير هيك شكلها. classification and laboratory findings in anemia، رح نشوف شو التصنيفات الأنيميا وعلى أنو أساس صنفنا الأنيميا. أول تصنيف حسب الريد سيل هو أكثر تصنيف مفيد أو منعتمده بتقسيم الأنيميا، بيعتمد على الميكروسايتك أو نورموسايتك أو ماكروسايتك. هلأ كيف يعني؟ إذا كان في عندنا خلل بالهيموغلوبين معناته بيكون في ميكروسايتك أنيميا، يعني بتكون حجم الخلية أقل أو حجمها أصغر من الطبيعي، مو أقل، أصغر من الطبيعي. هلأ ليش شو الخلل اللي ممكن يكون بالهيموغلوبين؟ يا إما بالهيم يا إما بالجلوبين. طيب بالهيم خاصة عند الحديد، فهون بنفحص الحديد مشان نتأكد إنه مايكروسايتك أنيميا أو لا، أو عند الجلوبين أو بتصنيع الجلوبين نفسه اللي هو البروتين عند الأمينو أسيدز، يعني بيكون في تصنيع خلل بتصنيع الجلوبين، فبنقدر نكشف عنه هون عن طريق الإلكتروفوريسز جلوبين. ومثال عليه التلاسيميا، هون بيكون في عنده مايكروسايتك أنيميا. أو في حال الكاونت آر بي سيز، عدد الآر بي سيز، بس هي بتكون نورموسايتك، نورموسايتك أنيميا بيكون شكلها أو حجمها طبيعي بس بتكون عددها غير طبيعي، فغالبا بيكون في مشكلة بالبون مارو، بالبون مارو نفسه ما بيكون في عدد طبيعي. هلأ إذا كان في عندنا خلل بالآر بي سيز نفسها، بالخلية نفسها مو بالهيموغلوبين، فبتكون هي ماكروسايتك، بتكون حجمها أكثر أو أكبر من الطبيعي، هون بيكون في خلل بتصنيع الخلية نفسها اللي هو بيكون عندنا نقصان بالبي 12
أو بالفوليت، فهذا البي 12 والفوليت مهمين لتصنيع الدي ان اي اللي هو مهم بالفيرست بريكيرسر اوف ار بي سيز، فما بصير في نضوج بشكل صحيح للار بي سيز. طيب هذا جدول تقريبا نفس اللي حكيناه، يعني انا حكيت لكم اهم الشغلات اللي لازم تعرفوها. دائما بيكون في عنا نقصان بالام سي في والام سي اتش بالمايكروسايتيك هايبوكروميك اللي هو في حال خلل بالهيموغلوبين، حكينا اهم شيء الايرون ديفيشنسي في حالة التلاسيميا، هذول اهم شيء تعرفوهم يعني هون. في حال نورموسايتيك او نورموكروميك الام سي في بيكون نورمال والام سي اتش بتكون نورمال، بس بيكون في عنا بون مارو فيلر، حكينا اكثر شيء بهمنا البون مارو فيلر، وبحالات الهيمولايتيك انيميا بس هون اكثر شيء تعرفوا انه البون مارو فيلر. هلا بحال الماكروسايتك بتكون اكثر، الام سي في بتكون اكثر من الطبيعي. في حالات الميغالوبلاستيك اللي هم الفيتامين بي 12 والفوليت ديفيشنسي. هلا هون ما كتب لنا هايبركروميك، هلا لغه او اصطلاحا نحن بنحكي هايبركروميك، بس فعليا ما في عنا ام سي اتش اكثر من 36، فبس هيك بيحكوا لنا هايبركروميك لغه يعني، لهيك هو هون ما حط عن ام سي اتش. اما هون بحاله النورمو حط لنا اقل او يساوي اكبر او يساوي 27 وكتب لنا نورموكروميك. بحاله المايكروسايتك حكى لنا انه تكون اقل اكثر من 27 هون، اقل او تساوي 27 هون، اكبر اقل من 27 عفوا كثير خربطت هون، فهون بتكون هايبوكروميك ام سي اتش. مهم اهم شيء حكيت لكم شو تعرفوا. هلا الليكوسايت عند بليتليت كاونت، هون الميجرمنتس اوف ذيس هيلبس تو ديستينجويش بيور انيميا فروم بان سايتوبينيا، يعني هون انه قياس البليتليتس والليكوسايت بيساعدني بالتمييز بين البيور انيميا من البان سايتوبينيا اللي هي نقصان بكل خلايا الدم سب نورمال ليفلز اوف ريد سيلز والنيوتروفيل والبليتليتس، واللي بيكون سببها جنرال مارو ديفكت، بيكون سببها البون مارو غالبا بسبب مارو هايبوليجيا او انفلتريشن صح، فبيكون في نقص في جميع الخلايا. اصلا هدول الليكوسايت البليتليتس ما بيرتفعوا بحالات الانيميا العادية، بس بحالات الانيميا اللي بتكون سببها الهيمولايسيز او الهيموريج، فالنيوتروفيل والبليتليت كاونت بيكونوا غالبا مرتفعين بهاي الحالات الهيمولايسيز والهيموريج. فنحن مش عم نعرف انه شو الانيميا سببها البون مارو ولا لا، بنعمل فحص الليكوسايت والبليتليت، فاذا كانوا الليكوسايت والبليتليت طبيعيين معناته ما في مشكله عندي بالبون مارو، لانه بيكون ما في بان سايتوبينيا، فبتكون يا اما هيمولايسيس او هيموريج سبب الانيميا. طيب الريتيكولوسايت كاونت، حكينا الريتيكولوسايت اللي هم السيلز بيفور ماتوريشن يعني اماتشور ار بي سيز، ولازم يكون نسبتهم النورمال بالسيركيوليشن من نص ل 2.5%. فهلا اذا كان ارتفعوا فمعناته في ارتفاع بالاريثروبيتين انكريز. هلا امتى الريتيكولوسايت بيرتفع؟ بحاله الانيميا. ليش؟ لانه بيكون في ستيميوليشن للاريثروبيتين انه يرتفع مشان يعوض النقص اللي صار اللي هو نقص بخلايا الدم، فبصير البون مارو ينتج لي خلايا ريتيكولوسايت وار بي سيز مشان انه يلحق انه يعوض الار بي سيز اللي راح، وبيكون كتير عالي بالمور سيفير ذا انيميا، بالانيميا اللي كتير حاده بيكون كتير عالي هاد الريتيكولوسايت كاونت. كمان الاريثرويد هايبربليجيا قصدهم نفس الشيء اللي هو الارتيكولوسايت الاكسسيف اوف ارتيكولوسايت ان سيركيوليشن، وبيكون واضح جدا كمان بالكرونيك هيمولايسيس افتر ان اكوت ميجر هيموريج، لما بيكون في
نزيف حاد، نزيف حاد جدا، فبيصير في الرد فعل للإريثروبيتين أنه يزيد خلال 6 ساعات، أما الريتيكولوسايت كاونت بترتفع خلال 2 أو 3، اللي هي استجابة النخاع العظم يعني من 2 إلى 3، أما استجابة الهرمون خلال 6 ساعات. If the reticulocyte count is not raised in anemia, an anemic patient, إذا كانت الريتيكولوسايت ما مرتفعة بالمرضى الأنيميا، هاد بيرجح إنه يكون عنده impaired marrow function، في عنده مشكلة بالبون مارو، ما عم بيصنع منيح RBCs، أو عنده فقدان بالإريثروبيتين ستيمولس. فلازم تكون الناس اللي عندهم أنيميا لازم تكون الريتيكولوسايت عندهم عالية. هذا الجدول بيوضح لي normal adult red cell value. طبعا هذا الجدول كتير مهم ولازم تحفظوا النسب، وهذا الجدول هو النسب اللي فيه أصح من النسب اللي كانوا بالشابتر الأول، فلازم تعرفوهم. طبعا في اختلاف كمان، انتبهوا بالميل والفيميل. هلأ نحكي عن blood film. طيب ليش بتفيدنا مسحة الدم؟ ضرورية مشان نشوف خلايا الدم بكل حالات الأنيميا، فبتكشف لي عن الأبنورمال ريد سيل مورفولوجي، عن شكل خلايا الدم، أو على الانكلوجنز تبع الريد بلاد سيلز. هلأ رح تعرفوا الانكلوجنز هاي كمان لقدام شوي، اللي هي التجمعات النووية بالريد بلاد سيلز، فبتشخص لي يعني منصير نشوف نعرف أكثر بالتشخيص ونقدر نشخص أكثر. When causes of both microcytosis and macrocytosis are present. هلأ لما بيكون في عندي microcytosis وmacrocytosis بالبلاد فيلم شفناها تحت الميكروسكوب، معناته في عندي mixed anemia اللي هو iron deficiency مع folate أو B12، فبيكون البلاد فيلم منشير له بمصطلح اسمه الدايمورفيك. ما نسيت احكي لكم انه كيف بنعمل مسحة الدم هاي. بنجيب سلايدة وبنحط على السلايدة اللي هي نقطة دم. هاي نقطة الدم بنعمل كمان بشي تاني او بسلايدة تانية، بنمسحها على شكل، بتصير على شكل اصبع هيك. هيك لازم تكون تتعلموها بالمختبر، أكيد شفتوها أو تعلمتوها بالمختبر، فمنشوفها تحت الميكروسكوب. المهم منرجع during the blood film examination white cell abnormalities are sought. كمان ممكن إنه نكشف عن الوايت cell abnormalities، ممكن كمان عن عدد البليتلتس، عن المورفولوجي للخلايا، وعن وجود أو غياب الأبنورمال سيلز اللي هم النورموبلاست مثلا، ممكن إن اللي هم البريكيرسر تبع الـ RBCs نشوفهم أو ما نشوفهم، من خلالهم نقيم شو في مشاكل عند المريض، أو الجرانيولوسايت بريكيرسرز اللي هم البريكيرسرز تبعين الوايت بلاد سيلز، أو البلاست سيلز اللي هم البريكيرسر تبعين الوايت بيسيز، بيكونوا موجودين نفسهم هدول، بس إنه هدول بيكونوا موجودين بحال تشخيص الخلايا السرطانية في حال اللوكيميا اللي هو سرطان الدم. هلأ بهذا الجدول ببين لي شو الريد سيل أبنورماليتي والريد سيل. تمام، منشوف انه شو شكل الخلايا وشو اسمها وشو شكلها، انه كيف ممكن خلايا الدم تتحول او تصير abnormal red cell shape. هلأ النورمال هيك لازم تكون بايكونكيف شيب، اما في حال الميكروسايتك انها تكون اكبر من الحجم الطبيعي بيكون اسمها ميكروسايتك، بيكون في مشاكل بالليفر او الكوهوليزم وهيك. التارجت سيل حكيت لكم انه بتكون اللي هي سببها شو ابنورمال بالليبد، هاي مكتوبة هون، مو مكتوبة بس انه بيكون في ديفكت بالليبد تبع البلازما ممبرين، فبتكون هيك، وتقريبا في هون نقطة هيك هيك شكلها. الستوماتوسايت مشاكلها الليفر ديزيز، البنسل سيل iron deficiency، الإكينوسايت
هم بسبب البوست سبلينوكتومي اللي هو ما بعد إزالة الطحال ممكن يتحول الريد بلد سيلز لهذا الشكل، أو الأكانثوسايت هاي كمان مشكلتها بالليبد ديفكت ليبد اوف بلازما برين، المايكروسفيروسايت هون مشكلة بالهيريديتري سفيروسايتوسس حكينا معناته بروتينز، هاي مشكلتها بروتينز. هدول أهم شيء اللي انذكروا بالسلايدات. الفراغمنت انها تكون متقطعة بسبب هون بسبب الجلطات، الفايبرين بيتحد مع الار بي سيز فبيكسر الار بي سيز، وهون بسبب الثرومبين جلطات وهي الشغلات. الاليبتوسايتوسيس كمان مشاكلها البروتينز ديفكت بروتينز اوف بلازما ميمبرين. التير دروب اللي هي على شكل حكينا الاليبتوسايتوسيس بيضوي، التير دروب اللي هي بتكون على شكل دمعة. الباسكت سيل هاي كمان، السيكل سيل انيميا هاد اللي هي على شكل المنجلين، والمايكروسايت اللي بتكون أصغر من حجمها. طيب بهاي الفيجر بفرجيني بعض الحالات الار بي سيز اللي بتصير عليها. عندنا هون نورمبلاست نيوكلييتد ار بي سيز اللي هي البريكيرسرز اوف ار بي سيز، اكيد بتكون نيوكلييتد لانه لساتها بريكيرسر، فشكلها الطبيعي للنورمبلاست هيك تكون. اما الهول جول بادي اللي هو بيكون بقايا من الدي ان اي بالار بي سيز الماتشور ار بي سيز، لازم ما يكون فيها دي ان اي، فبيكون فيها دي ان اي باسمها هو الجولي بودي بسبب نقصان البي 12 والفوليت. هون عندنا البيزوفيليك ستيبلينج اللي هي بيكون في عندنا حبيبات لونها ازرق اللي هي من بقايا الديناتوريشن ار ان اي، هذا سببه ممكن يكون تسبب تسمم بالرصاص. عندنا كمان السايدروتيك جرانيولز اللي هو كمان حبيبات حديد، هاي فالاصل الحديد اصلا يكون متوزع لانه الهيموغلوبين بيكون متوزع، اما هون في تجمع للحديد فبنسميها سايدروتيك جرانيولز. شو ممكن او وين ممكن نشوفها؟ بالمصابين بالتلاسيميا اللي بيعملوا ترانسفيوجن اوف بلاد، في عندهم نقل للدم فبيجمع الحديد عندهم بهذا الشكل. او الملاريا باراسايت طفيل الملاريا اذا انصاب فيه الانسان كمان ممكن يخلي الار بي سيز على هذا الشكل، بيكون في رينج للار بي سي للايرون، يكون في على شكل رينج خاتم داخل الار بي سيز بسبب الملاريا باراسايت. هلا الريتيكولوسايت هاي ار ان اي فيها، طبعا الريتيكولوسايت فيها بقايا ار ان اي، فمن الطبيعي انه يكون في عندها هاي البقايا، فهاي طبيعيه الخليه الريتيكولوسايت نورمال. وعن طريق نصبغها طبعا عن طريق الميثيلين بلوم. هون عندنا الهينز بوديز اللي هي كمان بسبب تعرض الهيموغلوبين للأكسيديشن ستريس فممكن تعمل ديناتوريشن، كمان بنشوفها عن طريق الميثيلين بلو. هلا البون مارو اكزامينيشن، this may be performed by aspiration أو تريفين بايوبسي. كيف بدنا نفحص البون مارو؟ يا إما عن طريق سحب سوائل الموجودة بالنخاع العظم، أو عن طريق نسحب كامل جزء من العظم أو جزء من النخاع نفسه عن طريق الخزعة البايوبسي. During bone marrow aspiration a needle is inserted into the marrow، مندخل نيدل لداخل النخاع، and a liquid sample of a marrow is sucked into a syringe. This is then separated on a slide for microscopy. نفرد هذا الليكويد اللي أخذناه من المرو على سلايد مشان نشوفه تحت الميكروسكوب، ومنصبغها بصبغة أو بحسب تكنيك اسمه الرومانوسكاي تكنيك. هاي مجموعة تقنيات نستخدمها بعينات الدم أو بصبغة عينات الدم، وأهمها أو أكتر شيء بنستخدمه اللي هو الرايت ستين. فنحن ليش أخذنا هذا إنه أخذنا خزعة أو أخذنا ليكويد من البون مارو؟ مشان نشوف الخلايا هل هي طبيعية وكيف عم تنقسم، كيف انقسامها وتطورها بداخل البون مارو. نفس الحكي اللي حكينا انه بنقدر نشوف الديفلوبينج
developing cells اللي هم النورمبلاست والميغالوبلاستيك. كمان بنقدر نشوف نسبة الميلويد والإريثرويد. حكينا الميلويد اللي هي رح تعطيني النيتروفيل، إيوزينوفيل، بيزوفيل والمونوسايت، أما الإريثرويد اللي هم رح يعطوني الأربيسيز. فالنسبة لازم تكون من 2 لـ1. هلأ النسبة الطبيعية من 2 لـ1، يعني تكون الميلويد 2 الإريثرويد 1 لـ12 لـ1. يعني هاي النسبة النورمال الطبيعية، يعني الميلويد يكون 2 لـ12، الإريثرويد 1 لـ1، هيك يعني نسبتهم لبعض. فهاي النسبة الطبيعية. أكثر من هيك ممكن يكون في سرطانات بالبون مارو. And the presence of cells foreign to the marrow, secondary carcinoma. ممكن إنه نشوف خلايا سرطانية بالبون مارو أو أجسام غريبة أو خلايا غريبة، فممكن إنها تكون secondary carcinoma. And iron stain is performed routinely so that the amount of iron in reticuloendothelial stores macrophages. كمان بنقدر إنه نصبغ الحديد عن طريق صبغة اسمها البيرلز ستين، فبتصبغ الحديد باللون الأزرق وبنشوف كيف تخزين الحديد داخل البون مارو. إذا كانت fine granules اللي هو حالة السيدروتك granules. In the developing erythroblast can be assessed. فمنقدر إنه نقيم كيف الإريثروبلاست أو تطور أو الماتوريشن تبع الإريثروبلاست. هلأ هون هاي النورمال، نورمال بلاست طبيعية. هون سيدروتك جرانيولز، يعني في عندي نقصان بالآيرون. هون نفس الشيء، النورموبلاست هون شاحبة لعدم وجود الحديد، ما في حديد بالمرة. هون لا، هون زيادة أتوقع. normal iron stores indicated by blue. لا لا، هون كلها هاي طبيعية هون. ومنشوف السيدروتك granules اللي هو تجمع الحديد داخل الخلايا، فهاد أصلا normal كلياته كيف تخزين الحديد بالشكل الطبيعي. أما هون لا، absence of blue staining، يعني ما في صبغة زرقاء، معناته ما في سيدروتك granules، فما في FE، فبتكون بتبين عندي normoblast شاحبة. أما هون النورموبلاست طبيعية لوجود هدول سيدروتك granules، معناته في عندي FE. هاد نورمال حكينا، هاد ابنورمال، ما في عنا اف اي، فبتكون النورموبلاست شاحبه. هلا كل الحكي اللي حكيناه عن كانت عن الاسبيريشن. هلا قلنا نحكي عن البيوبسي، هلا اللي هو الخزعه الكامله. بناخذ خزعه كامله للبون مارو. provides a solid core of bone including marrow and histological specimen. بنعمل لها fixation بالفورمالين، بنعمل لها decalcification اللي هي إزالة الكالسيوم مشان تصير العينة طرية، وبنقدر نقطعها نعمل لها sectioning، بعدين بنحملها على slider ومنشوفها. It is less valuable than aspiration when individual cell detail is to be examined, but provides a panoramic view. بيعطيني نشوف كيف البون مارو بالتفصيل. From which over all marrow architecture والcellularity and the presence of fibrosis. بنقدر نشوف fibrosis ولا ما في. في عندي abnormal infiltrates can be reliably determined. هاد كله بنقدر نشوفه عن طريق البيوبسي، أو كمان نقدر نشوف نسبة الفات اللي هي لازم تكون 50%، أو في عندي abnormal cells ولا ما في. هاي بفرجيني كيف منقدر ناخد البيوبسي. هاي الاسبيريشن نيدل، وهون كيف بنعمل لها سمير على السلايدة. هون اللي هي البيوبسي نيدل، وكيف بنعمل لها سكشننج وديكالسيفيكيشن، نقطعها ومنحملها على سلايدر. هيك بنكون خلصنا شرح الهيموبايوسيز اللي هو الشابتر الثاني من مادة الهيماتولوجي، ومفقين ان شاء الله بالامتحان.